لكنه قائم بالحق. طب هذا الانقلاب اولا ليس متغلبا، ولو كان متغلبا ليس فيه صفات الحاكم الشرعي في الاسلام، حراسة الدين وسياسة الدنيا. ولو كان هذا الانقلاب اتى بطريق شرعي بالانتخاب الحر المباشر وفعل هذه المجازر وارتكب هذه الجرائم لسقطت شرعيته ايضا. ايضا بالنسبة لفتاوى شيوخ الانقلاب ان هم بيقولوا ان هذا الانقلاب شرعي ويشرعنون للانقلاب، نقول لهم بفتاواكم وبمنطقكم على الناس ان تنقلب على كل انقلاب بفتاواكم، وان تنقلب على الملوك والرؤساء الذين اتوا بطريق الاقرار، ودي فتاواكم مش فتاوي انا ولا فتاوى حد. ولذلك يا ترى يبقى في آلية للانتخابات والاختيار الحاكم، آلية معروفة ان يتبعها الشعب، ولا شغل نشتغل شغل بالدراع وبالقوة وبالإقرار؟ لابد ان تكون هناك آلية اللي العالم كله اجمع ان هناك آلية ديمقراطية وآلية من خلال الصناديق الانتخابية واحترام نتيجة الانتخابات. ولذلك الفتنة، بقول لشيوخ الانقلاب اللي بيقولوا الفتنة، بقول لهم الفتنة هي عدم ممارسة الناس للحريات المشروعة وعدم تمكين الناس من أداء شعائر الدين. أما البعض يقولوا الأئمة من قريش، أقول إن ده شرط زماني وهذا للإمامة الكبرى. وفي نفس الوقت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، ولذلك كان هذا في هذا الوقت، لأن إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، والله عز وجل قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الأمور كثيرة، لكن أقول دستور 2012 هو دستور شرعي استفتي عليه الشعب في 2012 بعقد الصناديق الشرعية. هذا الدستور لم يستفتى الشعب إلى الآن على إلغائه، وعليه فإن هذا الدستور، هذا الانقلاب الباطل اللقيط، دستوره باطل لقيط ويجب مقاطعة هذا الدستور. أعود إلى فتاوى شخصية. على مسؤوليتي الشخصية أقول خان الله ورسوله وكل الشعب، كل من يحاول إشعال فتيل الحرب الأهلية أو الحرب الطائفية، حرمة التفجيرات وكل وسائل ومجازر سفك دماء المصريين المعصومة على السواء، فرض عين على الشعب المصري المحافظة على هويته العربية الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية وحدها هي التي حفظت مصر والمصريين وأعطت حقوق المواطنة الإسلامية كاملة لمسيحيي مصر إخوة وشركاء الوطن والدم والإنسانية مع حقهم في التحاكم إلى دينهم في أحوالهم الشخصية. فرض عين على الشعب المصري تفعيل الحريات العامة والخاص بضوابطها المشروعة مع المحافظة وحقن حرمة دماء وأعراض وأموال ومنشآت جميع المصريين على السواء. فرض عين على الشعب المصري إسقاط هذا الانقلاب بكل الوسائل المشروعة المتاحة. يجب شرعا على الشعب المصري مقاطعة هذا الدستور الباطل لأنه باطل شرعا وعرفا وقانونا. فرض عين على شعب مصر المحافظة على وحدة الأراضي المصرية، والمحافظة على وحدة الشعب المصري، والمحافظة على وحدة الجيش المصري. وهناك فرق بين جيش مصر وفرق بين قادة الانقلاب. فرض عين على الجيش المصري العودة ومساندة ومؤازرة الشرعية والقضاء وإلغاء كل مظاهر وآثار هذا الانقلاب الباطل. فرض عين على الجيش المصري ترك الاشتغال بالسياسة والانسحاب من المشهد السياسي والتفرغ لوظيفته الأساسية، وقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول إنما أنا رجل سيف. حرمة ترشح العسكر للمناصب السياسية على الأقل في الفترة الراهنة نظرا للأضرار الجسيمة التي أصابت الأمة من حكم العسكر على مدار أكثر من 6 عقود. يجب شرعا على جميع المخطئين إعلان التوبة والبيان والإصلاح والرجوع للحق من قريب، وعدم الخضوع لأي تهديدات أو ابتزازات بالفضيحة. وشعب مصر شعب كريم وأصيل. بالنسبة للأخوات المغتصبات أو ممارسة الانتهاك أو الاغتصاب، هي جريمة بشعة لا تغتفر. ولكن أذكر بفتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي
شيخ الأزهر الأسبق حيث أفتى بأن الإجهاض والعذرية للمغتصب. وأدعو الشباب الطاهر للشباب الطاهر للتشرف بالزواج منهن لأنهن تاج العفة والوقار والطهارة على رؤوسنا جميعا. وأقول يا شعب مصر العظيم، هل نعود إلى الشرعية؟ هل نعود إلى ديننا؟ هل نعود إلى حقوق المواطنة الإسلامية لإخواننا شركاء الوطن؟ هل نصلح ما بيننا؟ هل نرفع شأن أوطان وطننا؟ هل نعلي قدر مصر والمصريين؟ هناك الكثير، ولكن نظرا لضيق الوقت يعني المنصة تهددني وأنا أخشى دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى لنا سؤال، يعني البعض يتضرع بقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة وما يكتمها فإنه أثم قلبه، فهو بيدعو لدعوة لقولة لا على وثيقة الانقلاب، فماذا تقول معلم؟ أولا هذا الانقلاب باطل، معنى إنك تذهب بتديله شرعية، تدي شرعية للباطل. ألا الأصل إن كان يستفتى على دستور 2012، الشعب يستفتى عليه في جو من الحريات، لكن أنت جايب له دستور على مجازر وأشلاء ودماء وكل هذا الأمر وتقول للشهادة لا، الشهادة أن تشهد أن هذا انقلاب ويجب إسقاط الانقلاب بكل الوسائل المشروعة المتاحة، ويجب إسقاط كل ما ترتب عليه من آثار، لأنه باطل وفاسد ومنعدم ولاغي. شكرا شيخ هاشم، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا. ويعني الشهادة هي أن تشهد أن هذا دستور باطل.